تابع أكثر من 3000 سائح من الجنسيات المختلفة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان. واخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترا حتى قدس الأقداس، واستمرت لمدة 20 دقيقة، حيث تم وضع شاشة عرض عملاقة بصحن المعبد لإتاحة مشاهدة الظاهرة لأكبر عدد ممكن. وهذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام، إحداهما يوم 22 من أكتوبر احتفالا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 من فبراير احتفالا بموسم الفيضان والزراعة. ده بيؤكد قد ايه ان القدماء المصريين كان عندهم حضاره وعلم فلك، بيؤكد ان احنا من 33 قرن واحنا بنحتفل بهذه الظاهره اللي احنا بنعتبرها ظاهره عظيمه جدا. في نفس الوقت سعيد بوجود عدد السائحين اللي موجودين والمصريين، شيء جميل ان يكون عدد السائحين اكثر كمان من المصريين.